بقناش عارفين نحلف برحمة مين، رشيد ولا المكسيكي؟ المكسيكي الله يرحمه. مكسيكي، ما رشيد برضو مات. بقول لك المكسيكي يا عم، الله يرحم الجوز. طب ازاي؟ البحر بعت لكم دليفري. شوف انا كان قلبي حاسس، يقولوا مات اقول لهم حي، يقولوا راح اقول لهم جاي. حياة امك ورحمة المكسيكي. ربيتي فين صحيح؟ انا تربيت برا اريزونا. مش برا قوي يعني، في نص شارع الهرم. الهرم ايه؟ في الستيتس. ما هو الستيتس موازي الفيصل، ما هما تلات مفارج وانت نازلة من كوبري الديزة. ايه ده يا خلف، انت بتخرف؟ ما تخليك فريش، ده احنا فرحنا يا ست الكل. قبل احنا نكتب علينا ان سجايرنا تبقى واحدة، يعني تديني الزيارة اديك الزيارة، اولي عليك بالولاعة تطفيها تقولي هف. يا حاج اسماعيل، السوق كله بيقول انك ماشي جنب الحيطة. كله؟ وبيقولوا عليك خواف وجبان علشان ما بترجعش في كلمتك. الحاج اسماعيل طول عمره بيرجع في كلامه. مش حقيقي. لا حقيقي. كلام. طب ايه رأيك بقى المحصول ده بتاعك؟ مش حاسس برضو، مش انت الحاج اسماعيل اللي انا عارفه. طب علي الطلاق بالتلاتة، المحصول ده بتاعك. هو ده الحاج اسماعيل. مرة لقيت صرصار في الجنينة، اخدته معايا فوق في السراي وعملت له بيت ازاز، وبقيت كل يوم اكله بايدي. بكلي مين؟ الصرصار. بتوكلي السويسار؟ اها. روح يا شيخ، ربنا يديك على قد نيتك. لقيت وحيد السويسار؟ ها، جبت له سور سرايا. سوري سرايا؟ ها، ليه سوري سار؟ ليه سور سار؟ جوزتي؟ جوزته. ليه يا ربي ما عملتنيش سوري سار؟ ليه؟ ممكن بسطت في لندن أوي أوي، تجنن ها؟ أوي حلوة. أنا قعدت 3 سنين. أي واسعة. إيه ده؟ مش كده. أوي ساعة. ساعة كمان يا فندم. أيام عظيمة يا عيني عليها. يس نو أوف كورس. يو سبيك لندن. I speak English يا فندم. يو سبيك مش لندن، إنجلش. يو سبيك. أيوه أنا سبيك برضه. يزبيك انا زبيك، كلنا زبيك. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ طبعا دي قناتنا الجديده، واتمنى ان تعملوا لايك واشتراك في القناه وفعل الجرس عند الكل مش مخصص عشان يوصلكم كل جديد، واتمنى الفيديوهات بتاعتي تكون عجبتكم، وشجعونا يا جماعه عشان نستمر بيكم عشان احنا بنحبكم كتير، واتمنى ان انتوا تدعمونا. استنوا، نسيت اقول لكم على حاجه. نسيت، افتكرت. قولوا رايكم في التعليقات، وتنسوش تعملوا لايك وتفعل الجرس عند الكل، وشاروا الفيديو ده على قد ما تقدروا يا جماعه، ان شاء الله عشان نكبر بيكم بمشيئه الله تعالى. سلام.